كنت بقى عايزة أكمل، عايزة أعمل الفيلم اللي بعده. أنا ماشي بقى في موضوع أفلام الوثائقية، فمن خلال أن أنا بتكلم مع الناس وكده لقيت أن في جزء كبير من الناس مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، بس مش مؤمنين بالرسالات، مش مؤمنين بدين. فقلت أنا عايزة أعمل موضوع، وابتديت أكتب السكريبت بتاعه بالظبط، وسميته برضو بعمل بالإنجليش. خد بالك أنا دايما بكتب السكريبت بالإنجليزي وبعمل الأفلام بالإنجليزي على أساس أن أنا ببقى عايزة أكبر عدد من الناس تشوف الأفلام دي. فكتبت السكريبت بتاع The Case Still Open، وكان ساعتها سقف الطموح بتاعي عالي قوي. أنا عايزة الممثلين يكونوا professionals، أنا عايزة التصوير يبقى عالي جدا، طبعا طبعا أنا عايزة budget جامدة جدا. ولذلك الفيلم لم ينتج، ما لقيتش سبونسر، ما لقيتش حد يقتنع به. ساعتها حد من اصدقائي، حد من الناس اللي انا بثق فيهم قوي، قال لي سلمى انت ليه ما بدام as long as ان انت مش عارفه تطلعي الفيلم، طب ما تكتبيه في كتاب، المعلومات اللي انت جبتيها دي قيمه قوي، خساره. قلت له انا اكتب، انا اخر معلوماتي مع اخر علاقتي بالعربي كانت في ثانويه عامه، ما اعرفش، ما اعتقدش ان انا اقدر اكتب، ما اعرفش اكتب. قال لي ليه؟ هو مين اللي كتب السكريبتات الافلام بتاعتك؟ مين اللي كتب قصص الاطفال في الجرافيكس؟ انت بتكتبي اوريدي، حطيه في كتاب وانشريه، خساره. وفعلا دي كانت تيرنينج بوينت بالنسبه لي، لان اصبحت كاتبه وطلعت كتاب القضيه لا تزال مفتوحه، حطيتها في كتاب فعلا، واستفدت حاجه مهمه قوي. انت ممكن يبقى عندك بلان والبلان ما تعرفش توصل له. انا كنت عايز اعمله فيلم، ما عرفتش اعمل فيلم، لازم تلاقي بديل. لو ما عندكش بلان A حط بلان B، بس ما توقفش. كان اديسون، انتوا عارفين اديسون اللي اخترع اللمبه، هو عشان يخترع اللمبه كان حاول محاولات عديده جدا، الاف والاف المحاولات، وكانت دايما محاولاته بتفشل، بس هو عمره ما شاف نفسه فاشل. كان دايما يقول انا عمري ما فشلت، انا بس اكتشفت 10,000 طريقه ما بيشتغلوش. ولذلك وجد بديل. مهم قوي ان الواحد ما ييأس ويوجد البدائل.